إذا ما لبست المرأة كعبا عاليا في الحذاء يجوز لها ذلك وما الحكم؟ لا يجوز تشبه بالكافرات أو الفاسقات، وأصل هذا من اليهوديات. كنا قديما قبل الإسلام إذا أرادت الواحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي يكون فيه عشيقها فلكي يراها كانت تلبس نوع من القبقاب العالي فتصبح طويلة فترى، ثم مع الزمن حول هذا إلى النعل للكعب العالي، ثم هذا النعل يجعل المرأة يعني تتغير مشيتها تميل يمينا ويسارا، ومن أجل ذلك اخترع الفساق والكفار هذا النوع من النعال. لا ينبغي للمرأة المسلمة الملتزمة أن تلبس نعلا بكعب عالي، لا سيما في كثير من الأحيان يكون سبب إيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق لأدنى سبب.